السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في قناة عشق الكوكتيل. النهاردة بأمر الله نزلنا سوق السيدة عائشة، صورنا لكم عروض بيع مباشر من السوق بأرقام تليفونات أصحاب العروض. حبيت بس أفكركم إن إن شاء الله القناة بتقدم خدمة مجانية، اللي عنده عروض حابب يعرضها على القناة التفاصيل نهاية الفيديو. ياريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس للاستفادة من المزايا اللي بتقدمها القناة لمشتركينها. يلا بينا نشوف العروض. يلا بينا، معنا عروض ان شاء الله لطائر الفراولة، دي ذكور وإناث ان شاء الله، سعرها مميز بالنسبة لسعر السوق عامة. سعر الجوز 80 جنيه ان شاء الله. طبعا زي ما احنا شايفين الحاجة بتتحرك بسرعة وبطاقة وبحيوية، وده دليل ان حاجة صحتها كويسة. سعرها كمان مميز، سعر الجوز زي ما قلنا 80 جنيه ذكور واناث ان شاء الله. ومعانا ان شاء الله برضو عروض لكناريا، الحاجة دي سعرها الحتة 200 جنيه ان شاء الله، والسن من فوق الست شهور يعني 5 شهور وست شهور، وفي كلها معظمها الوان فواتح، وفي حاجات بشوشه. سعر اي حته ان شاء الله 200 جنيه. طبعا الحاجه محدده ذكور واناث، الحاجه واضحه ايه. طبعا بالنسبة للسعر الحتة 200 جنيه بالنسبة للسن كويس جدا. طبعا لو اي حد حابب يجيب كناريا يجيب السن ده احسن سن، حاجة اول شغل. كنا عايزين رقم تليفون حضرتك، رقم تليفون حضرتك 012-212-63742. شكرا جدا يا باشمهندس، السلام عليكم. معانا ان شاء الله سانك نيور وجنداي كونيور، الحاجة دي حاجة أليفة، تقف على الإيد وبتتكلم، تقف على الإيد وبتتكلم زي ما احنا شايفين. العمار 3 سنين ونص إن شاء الله، زي ما احنا قلنا حاجة هادية وتقف على الإيد. طب عايزين نعرف الأسعار، دول يعني يعملوا 8000 جنيه. عاملين 8000 يعني تلاف. الحته بكام؟ السانك نيور لوحده بكام؟ السانك نيور لوحده لو اتباع لوحده بيعمل حوالي 6، بس انا بقول 8000 جنيه واخد بالك، يعني ايه الجوز مع بعض. تمام. طب لو اللي هياخد مثلا هياخد الجنداي كونيور دي هيعمل 3.5. طب يعني احنا نقدر نقول ان الحتتين على بعض فيهم توفير. طبعا توفير جامد. اه الحاجه زي ما احنا شايفين باين عليها النشاط، وحاجه ما شاء الله صحتها محترمة. طبعا ايده بتتكلم وكل حاجة، وليهم فيديوهات هم واقفين على كتفي وكل حاجة. تمام. هو طبعا الحاجة المتدربة طبعا بتبقى في السوق ما بتدينيش، لا ما بتبقى خايفة من السوق. بالظبط كده، ده اللي انا عايز اقوله. اه طيب كنا عايزين رقم تليفونك 012-77-66-2717. شكرا جدا يا حاج، شكرا جدا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، معانا عروض مباشر من السوق ان شاء الله. عروض الانجليزة احجام بسم الله ما شاء الله. طبعا سعر حتة، كل حتة سعرها هنقوله بالتفصيل، وهنتكلم كمان على التصنيف. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا، كنت سعيد الاول، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام يا باشا. كنا عايزين نتكلم على اسعار النهارده بتاعت الانجليزه، نتكلم على سعر حته حته، ويا ريت لو هناخد رقم تليفون حضرتك للتواصل مع يعني بخصوص العروض اللي موجوده عند حضرتك. اكيد طبعا يا فندم، لنا الشرف والله. يعني تسلم يا غالي. انا احمد يوسف، العصافير ديت في حاجات منهم ولاد رسائل وفي حاجات رسائل فيها. الحر بس هو اللي مبهدل الدنيا زي ما انت شايف، شويه بقى على عصافير، بس الاسعار بتاعتها بنقول مثلا بتبتدي من 1200 لغايه 2000 جنيه الحته، كل حاجه على حسب مستواها طبعا.
الحاجات دي بتشتغل طبعا زي وبتاكل الاكل العادي اللي هو بتاعنا الدنيبه والبنكه، بس بتضيف عليها حبه حاجات عشان تفتها زي الدخن على حسب بقى الاعمار. مثلا بيقول حاجات زي اللي مثلا انت بتصورها هنا ديت مثلا دي النوتش مفاصلهم لوحدهم دلوقتي طبعا عشان حته الحر محدش بيشغل فيها من بيت 9 طبعا الموسم بتاع العصافير كلها. فبنبتدي نقول مثلا حاجات زي السينامون اللي تحت ديت الحته ب 1200 دول نوتش تقريبا عمر سنه، 4 نوتش تقريبا هم اللي متبقيين. تمام، دي الحته بكام؟ الحته ب 1200. حته ب 1200؟ اه يعني مثلا خلينا نقول كده بقى متوسط يعني عرض للقناه بتاعتك، في حاجات طبعا اغلى بس خلينا مثبتين السعر كده بدل يعني اول مره نعمل معاك فيديو ونطلع معاك. الصراحه شرف ليا يا باشمهندس. شرف لينا احنا يا باشا. طبعا معروف ان الانجليزه بشكل عام بتبقى مستواها اقل من الدكوره، لكن بالعكس الحاجات هنا بسم الله ما شاء الله مستواها عالي جدا واحجامها محترمه. سعر الحته ان شاء الله 1200 جنيه والراجل تفضل مشكورا. دي عروض للقناه، دول 4 اناث. تمام، وبالنسبه للذكور هم 4 ذكور كبار وشاب صغير لسه تقريبا 5 شهور ولا حاجه لسه ما قالش القلشه الثانيه. والله يلا بنفس السعر حتى دوت اللي هو ما كنا بتكلم فيه ب 2500 وب 3000 ب 1500 بس. 1500 1500 لسه عاملين العرض دلوقتي. والحته النورمال دي الطب الماضي اللي فوق ديت رساله كله زي ما قلنا 1500 جنيه سعر الحته. طب دوت شاب صغير لسه 5 سنين. الصغير الشاب ده عامل كام سعره؟ ولد سعر ده عامل 700 جنيه سعره ان شاء الله. والاربع ذكور دول الحته ب 1500 جنيه. الحاجه دي ان شاء الله ما بين سنه لسنه وشهرين وسنه وثلاث شهور. ده بالنسبه للكبار باستثناء الحته الصغيره اللي احنا قلنا عليها الشابه دي. الشاب ده 5 شهور عامل 700 جنيه وبقيه الذكور عامله 1500 جنيه للحته. الحاجه طبعا يعني انا اعتقد ان الحقيقه احسن من الصوره احسن من الفيديو. الحاجه بسم الله ما شاء الله احجام. كنا عايزين رقم تليفون حضرتك. انا رقمي 011 35 3 6 4 3 5 احمد يوسف. شكرا جدا يا استاذ احمد، السلام عليكم. وبكده تكون عروضنا خلصت. لو اي حد حابب يعرض عروض في القناه بتاعتنا يبعت العرض بتاعه على رقم واتس 011 478 6716. يفضل طبعا ان الفيديو يكون مصور بالعرض وتقول فيه جميع التفاصيل. الشروط بسيطة جدا، ان العصفور بتاعنا تكون صحته كويسة وفيش اي عيوب وتكون اسعار مناسبة. الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله.